عقد عدد من الوزراء اجتماعا لبحث التنسيق وآليات التعاون للعمل على إنتاج وقود الطيران المستدام SAF في ضوء مبادرة قطاع البترول الرامية لتنفيذ أول مشروع من نوعه في هذا المجال. وتم خلال الاجتماع وضع تصور واستراتيجية مقترحة لتنفيذ المشروع من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، مع الاستعانة بمؤسسات دولية للإعداد للدراسات وإنجاز المراحل الأولية الخاصة بالإعداد للمشروع وتدبير التمويل.